طيب في أسئلة في المحاضرات اللي فاتت؟ حد عنده أسئلة في حاجة؟ في أسئلة؟ حد عمل الاستنتاج بتاع الكومبلكس لود ماتشنج؟ حد بص فيها؟ بصيت فيها؟ لقيت إيه بقى؟ أنا قصدي هو بس مفيش مشكلة يعني، طب قول أنت وبعدين هو، مفيش مشكلة. اتفضل. خلاص اتفضل أنت الأول بس هو. تمام. كويس. طلعت معدلات ايه بقى؟ سهلة ولا كبرت شوية مش كده؟ تمام نفس الاوبزرفيشن. طلع كام حل؟ لكل حالة حلين مش كده؟ تمام. فهي الاكسبريشنز ان جنرال بتاعت الكومبلكس لود ماتشنج بتبقى كبيرة شوية. أنا حاططها لكم في الفورميلا شيت. اتفقنا في شيت كده انا بحط لكم فيه القوانين المهمه اللي بنحتاجها في حل المسائل، والشيت ده هيبقى موجود معاكم في الامتحانات يعني. تمام. فهتلاقوا في واحد من السكشنز في الشيت ده حته ليها علاقه بالماتشنج بالال سكشنز، او ساعات بيسموها جاما سكشنز. تمام. اللي هي تو اليمنت تو رياكتيف اليمنت ماتشنج. تمام. ال وسي او ايه 2 ال 2 سي وات ايفر. طيب فهتلاقوا الماتشنج ده متقسم على حسب علاقة الريزيستيف بارت بتاع اللود بالسورس امبيدنس. يعني فرضين ان السورس ريزيستيف ار اس، علشان المعادلات تبقى عامة ما تبقاش معتمدة هل السورس 50 اوم ولا 100 اوم ولا كام، هنفترض ان السورس 1 اوم. تمام؟ فهنعمل المعادلات كلها على اساس ان ار اس ب 1 اوم كانه نورماليزد يعني، او الطريقة الأحسن شوية ان الواحد يعمل حاجة اسمها ايه؟ نورماليزيشن. فهنقول لو انا كان عندي زد ال بتساوي ار ال زائد جي اكس ال، هنتكلم على حاجه اسمها زد ال اللي هي زد ال الكبيره على ار اس. تمام. ودي هتساوي ار ال زائد جي اكس ال، كلها سمول لترز. تمام. وبالتالي انا ببص على ار ال، لو كانت اكبر من واحد اكبر من واحد معناها ان هي اكبر من ار اس العامه بقى، اي ار اس، يبقى مش انت واحد قوم خلاص. يبقى فور جنرال ار اس هنورماليز اللود للفاليو بتاعت ار اس، فيبقى عندنا حاجه اسمها زد ال الصغيره. تمام. زد ال دي هيبقى عندها ريزيستيف بارت اللي هو كان ار ال على ار اس، وحته ثانيه رياكتيف اللي هي كانت اكس ال على ار اس تدينا اكس ال الصغيره. تمام. اللي هنبص عليه واحنا بنعمل الديزاين بتاع الماتشنج نتورك ار ال دي، يا اما هي تبقى اكبر من واحد يا اما ايه؟ يا اما اصغر من واحد. لو كانت اكبر من واحد هنبتدي الاول بشانت element وبعد كده سيريز element. تمام؟ ده اللي هنلاقيه ينفع. اوكي؟ فبنرمز للماتشنج نتورك على انه انفرتد جاما، انفرتد جاما ايه؟ سكشن. لو كانت ار ال اقل من الواحد هشتغل بجاما سكشن، يعني سيريز رياكتنس جنب اللود وبعد كده شانت رياكتنس. قيمهم على حسب ايه؟ زي ما انتم عملتوا بنطبق اللي احنا عايزينه، الانبوت امبيدنس تساوي ار اس يعني تساوي واحد نورمالايزد مش كده؟ فلو انا حطيت الريال بالريال والايماجنري بالايماجنري هيطلع لنا ايه؟ معدلات كوادراتيك. الطريقه اللي مكتوبه بيها الاكسبريشنز، انا واخد نفس الاكسبريشنز اللي موجوده في الريفرنس اللي هو الكتاب بتاع ديفيد بوزار. تمام؟ هتلاقوا جايب الاول البي از ا فانكشن اوف اكس ال وار ال النورمالايزد فاليوز، وبعد كده جاب الاكس ان ترمز اوف البي علشان الاكسبريشن ما يكبرش قوي. تمام. فممكن نستخدم الاكسبريشنز دي على طول نعوض فيها ونطلع قيمه الماتشنج نتورك اليمنتس البي او الاكس. طب انا كده جبتهم نورمالايزد، عايز اعمل دي نورمالايزيشن، اعمل ايه؟ ارجع اشوف هي ار اس بايه؟ بكام؟ لو كانت دي مثلا 50 يبقى هضرب الاكسات في 50 واقسم البيهات على 50 عشان دي ادمتنس. تمام. فدي او سسبتنس، فدي بنضربها في 50 ترجع اكس الكبيره تاني، لو كانت بالبوزيتيف نساويها باوميجا ال، لو بالنيجاتيف نساويها بناقص واحد على اوميجا سي. بي هنقسمها على 50 تبقى بي الكبيره، لو بالبوزيتيف نساويها باوميجا سي، لو بالنيجاتيف نساويها بناقص واحد على اوميجا ال. لو كانت ار ال اقل من الواحد يبقى بشتغل بالاكسبريشنز اللي هنا. كنتوا هتلاحظوا حاجه مثلا في الاكسبريشن اللي هنا ده، ان لو كانت ار ال
اكبر من واحد اللي تحت الجذر هيبقى بالناقص، فمعناها ان الحل ده ما ينفعش. تمام؟ لو ار ان اكبر من الواحد وحد غلط وجاي يعوض في البرانش ده هيلاقي طالعاله بي ايماجينري. تمام؟ وهي المفروض تطلع كميه ريال. اوكي؟ ونفس الكلام بالنسبه لاكس. فهو ايه المعادلات؟ بنشوف الكونديشن بنستخدمها على طول واحنا فاهمين هي جت منين، او على الاقل الاثنين اللي جربوا يعملوها بايديهم فهموا دي جت منين يعني. تمام؟ طيب احنا اتفقنا ان الكورس ده ثلاثه مين توبكس: ماتشنج، باور ديفيجن وكومبينيشن، وريزونانس او فلترنج. تمام؟ فاحنا الماتشنج كلمنا المره اللي فاتت على ريزيستيف ماتشنج، كلمنا على الرياكتيف ماتشنج باثنين اليمنتس. تمام؟ وقلنا ان احنا كفايه اثنين اليمنتس بس ان جنرال، لو واحد عايز يستخدم اليمنتس اكتر ممكن بهدف ان هو يعمل ايه؟ ايه هدف ان هو يستخدم اليمنتس اكتر من اثنين لو كان ممكن يعمل ماتشنج باثنين اليمنتس بس؟ يعمل ايه؟ يكبر الباندوث، الماتشنج باندوث. احنا قلنا ان الماتشنج بيخلي الباور تبقى ترانسفيرد من السورس للود عند دي الافشنسي، مش كده؟ دي الباور افشنسي، باور ترانسفير افشنسي، بيخلي اللي يحصل باور ترانسفير من السورس للود لو الدنيا لوسلس يعني مفيش لوسز في الماتشنج نتورك، بيبقى الترانسفير افشنسي عند الماتشنج فريكوانسي بكام؟ 100%. تمام؟ لكن شكل البروفايل ده لو انا اشتغلت باثنين اليمنتس بس ما بعرفش اتحكم فيه. تمام؟ لو عايز اكبر الماتشنج باندويث لان انا عندي السيجنال مثلا وايد باند، فانا محتاج احط اليمنتس اكتر شويه تخلي شكل البروفايل ده اي حاجه انا عايزها. اي حاجه انا عايزها بقى ده توبيك تاني اللي هو الهاي اوردر ماتشنج نتورك ديزاين، او اللي هتاخدوا عليه حاجات شبهها شويه وانتم بتتكلموا على الفلتر ديزاين. ماشي يا شباب؟ فانتوا وانتوا بتاخدوا كورس الاكتف سيركتس، او لو خدتوا كورس فيه حاجه ليها علاقه بالفلتر سينثيسس، هنتعلم ازاي نقدر نستخدم اليمنتس كتيره في الدايره بحيث ان احنا نخلي شكل الفريكوانسي ريسبونس حاجه على مزاجنا. تمام؟ حاجه على مزاجنا دي في العادي بتكون ليها علاقه يا اما بسيرتن ديستريبيوشنز معروفه في الماث، يا اما بسيرتن سبيشال فانكشنز. خدتوا حاجه اسمها سبيشال فانكشنز؟ خدتوا باسل، هانكل فانكشنز، لوجندر بولينوميالز؟ هتاخدوا حاجه اسمها سبيشال فانكشنز في الماث سام تايم يعني. من ضمن الفانكشنز المشهوره اللي الناس بتستخدمها كتير في الفلتر سينثيسس الباينوميال ديستريبيوشن اللي خدتوه في اعدادي. تمام؟ عشان نعمل بيه حاجه اسمها باتر وورث ريسبونس، او ساعات بيسموه ماكسيمالي فلات، ماكسيمالي فلات ريسبونس. تمام؟ ده نفس الكلام في الفلتر سينثيسس ونفس الكلام في الماتشنج نتورك سينثيسس. تمام؟ او لو انا بعمل حاجه فيها ريبلز كده، قابل ان يكون عندي شويه ريبلز، دي بتبقى جايه من حاجه اسمها تشيبيتشيف بولينوميال. تشيبيتشيف ايه بولينوميال؟ دي سبيشال فانكشن من السبيشال فانكشنز المشهوره في الماث. دي بتعمل حاجه اسمها ايكوال ريبل ريسبونس، يعني ريسبونس فيه شويه ايه، فيه شويه ريبلز. تمام؟ كل الكلام ده ممكن نعمله بان انا اجيب شويه ايه، شويه ماتشنج اليمنتس اكتر شويه من اثنين، فاقدر اتحكم في شكل البروفايل. لكن هما اثنين بس اللي هي الكيس اللي هنتكلم عليها السنه دي، انا ببقى مجبر على بروفايل معين على حسب قيم الاليمنتس، ما اقدرش اتحكم في الباندويث. تمام؟ في اسئله؟ يبقى احنا تمام. يا تفرضي ان هي واحد وتحسبي على انها قيمتها واحد. تمام؟ يا اما تعملي نورماليزيشن ليهم. في الحالتين المعادلات اللي كنت موريها من شويه دي معتمده على ان قيمه ار اس بواحد، هي او يعني هي بتحسب نورمالايزد فاليوز للاكس والبي اللي بيستخدموا في الماتشنج نتورك. نورمالايزد يعني انا لسه لازم اعمل لهم ماجنتيود سكيلنج بمقدار الاكتوال سيستم امبيدنس. خدتوا في السيركتس حاجه اسمها ماجنتيود سكيلنج وحاجه اسمها فريكونسي سكيل، مش كده؟ فانا برجع اعمل لها تاني ايه؟ ماجنتيود سكيل. فالاكسل بضربها في قيمه ار اس الحقيقيه، والبيهات بقسمها على قيمه ار اس الحقيقيه. تمام؟ يبقى احنا اتكلمنا على ريزيستيف ماتشنج، قلنا ان عنده شويه مشاكل وعنده شويه مزايا. اتكلمنا على رياكتيف ماتشنج، اتكلمنا على ماتشنج بترانسفورمر، بس قلنا الترانسفورمر ده حاجه فيري ايديالستيك عشان نستخدمه كماتشنج نتورك. فالرياليستيك ان انا برجع احط له هو كمان ايه؟ انذر ماتشنج نتورك، بسبب ان هو عنده سيلف اندكتنس بشوفها في الانبوت امبيدنس. تمام؟ يبقى احنا كده اللي مستقرين عليه سو فار ماتشنج بلامبد اليمنتس. تمام؟ وبعدين كان في حاجتين تانيين قلنا دول سورت اوف هايبوثيتيكال لحد ما نتعلمهم. حاجه اسمها الامبيدنس انفرتر،
اللي هو بيقلب الامبيدنس بسام انفرجن ريشيو قلنا قيمتها عشان تعمل عمليه الماتشنج هي الجيومتريك مين بتاعه ار اس وار ال بافتراض ان هما الاثنين ريزيستيف السورس واللود تمام. ولو في حاجه بقى بتعمل كومبلكس ترانسفورميشن دي تبقى احسن حاجه تنقل على طول من الكومبلكس لود للسورس ايه ريزيستنس. الحاجتين الاخرانيين دول لحد دلوقتي هم هايبوثيتيكال يعني مش ما نعرفش بيتطبقوا ازاي وده اللي عايزين نتعلمه لما نتكلم على ايه الحاجه اللي سبيشال في المايكرويف فريكوينسز اس فار از السلكتين اللي اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت تمام. وهل البروبرتيز بتاعه السلكتين الطوال الكتريكالي دول هيدونا حاجه ممكن نستخدمها علشان نعمل انذر تايب اوف ماتشنج نتوركس غير اللامبد ماتشنج او الريزيستيف او الترانسفورمر ولا لا تمام. فاحنا هنتفرع كده قلنا في ماتشنج باور ديفيجن وريزونانس هنتفرع من الماتشنج شويه نروح للنظريه اللي اسمها الايه ترانسميشن لاين ثيوري نشوف ايه الموضوع اللي بتتكلم عليه وازاي دي ممكن تدينا كومبوننتس جديده نستخدمها في عمليه الماتشنج بدل ال والسي التقليديين اللي احنا متعودين عليه. فمين عايزين نعمل ايه هنفرع وبعدين نرجع تاني للموضوع اللي هو الماتشنج تكنيكس. ماشي يا شباب؟ طيب فاحنا المره اللي فاتت كنا قلنا الترانسميشن لاين ثيوري باختصار احنا في سنه تانية خدنا حاجه اسمها ويب بروباجيشن اتكلمنا على ويب ماشيه كده في الايه في الهواء لا نعرف السورس فين ولا رايحه لانهي انتنه ولا رايحه لانهي دومين صح. ولما صعبناها شويه حطينا حيطه في وشها فحصل ريفلكشن وحاجات زي كده. الترانسميشن لاين ثيوري بتقول انا مش عايز السيجنال تبقى منتشره في كل الفراغ فاحنا عايزين نعمل ايه نحصرها ما بين معادن تمام. تعالوا ناخد امثله انا ممكن اجيب زي حيطه معدنيه من الناحيه اليمين وحيطه معدنيه من الناحيه الشمال واعمل ايه على السيجنال احصرها ما بين المعدنين دول تمام. فنعمل حاجه اسمها parallel plate transmission line تمام. سواء جينا من اليمين للشمال او من فوق وتحت اي حاجة يعني. فحاجي ببليت من فوق وبليت من تحت واقعد اقرب ما بينهم لحد المسافة ما بينهم تبقى دي الويف اللي كانت زمان ماشية جوه الصبورة في اتجاه اللي جوه الصبورة ده هنحصرها من فوق وتحت فهتبقى ماشية ما بين السطح العلوي والسطح السفلي بتاع الشكل ده تمام. دي طريقه ممكن واحد يقول لا انا هحط سلك كده في الفراغ السلك ده له امتداد لا نهائي السيجنال كانت ماشيه في الدنيا وانا حطيت السلك ده فعلى حسب الباوندري كونديشنز هتكبر ان الالكتريك فيلد يعمل ايه لما يجي جنبها يطلع ايه عمودي لازم يتشكل عشان يبقى كده دي الباوندري كونديشنز بتاعت المعادن صح. نزنق زياده كمان هنجيب اسطوانه لا نهائيه ونقعد نعمل اف نص قطرها نصغره فالسيجنال اللي كانت ماشيه زمان كده في كل الفراغ هتبقى محصوره جوه معدن خارجي ومعدن ايه ومعدن داخلي في التجويف اللي ما بينهم تمام. وهيبقى ليها توزيعه معينه للالكتريك والماجنتيك ايه فيلدز واتجاه الباور فلو اللي هي ما عندهاش غيره هو اتجاه الايه الامتداد بتاع هذا الكابل. هنا اتجاه الباور فلو هو اتجاه امتداد السطح العلوي والسطح الايه السفلي تمام. في نوع تاني او في نوع تاني ممكن نجيب سلك كده وسلك كده سلكين بس مفيش اي نوع من الكونفاينمنت احنا كده ما حصرناش السيجنال صح. حطينا سلكتين في الهواء على امل ايه ان هي تفضل تبقى جايدد ما بين السلكتين دول بدل ما تبقى ماشيه ان جايدد تمام. فيتوزع مثلا الالكتريك فيلد يطلع فيلد كده تمام والماجنتيك فيلد يلف هنا وبعدين الاثنين مع بعض يتحركوا في امتداد السلكتين دول هيبقوا شايلين باور في هذا الامتداد تمام. دي الاشكال اللي هي ايه نقدر نقول ان هي مش مطبوعه تمام. ده الشكل الوحيد البراكتيكال في دول ده ملوش معنى مفيش حد بينزل في السوق يشتري 2 متر بارلل بليت مش موجود ها. لكن ممكن اشتري كذا متر كابل محوري اللي هو نفس الكابلات اللي بنستخدمها في الريسيفر بتاع الساتلايت عندنا في البيت تمام. ده كان موجود زمان والمفروض ان هو محدش ايه يستخدمه دلوقتي بسبب المنظر اللي انتم شايفينه. هنا السيجنال محصوره في الفراغ في حته ما تقدرش تخرج منها. هنا مفيش ما يمنع ان الفيلد يستري من المعدن ده ويروح لايه؟ يروح لانفينيتي وبالتالي اغلبيه الباور في المنطقه اللي جنب المعدنين بس في شويه بيهربوا في كل الاتجاهات اكشوال تمام بسبب ان الفيلد مش كونفاين تمام. فالتو واير لاين الافضل ان احنا ما ايه ما نستخدموش لو كان الكواكس المتوفر وده بقى اللي هو الستاندرد دلوقتي في الباور ترانسفير الار اف سيجنال ترانسفير
ما بين سورس ولود مش موجودين على نفس البورد. تمام؟ لو السورس في حتة والريسيفر او اللود في حتة بنوصلهم ببعض بايه؟ بيكو اكسيال كيب. طيب لو احنا عرفنا نجيب الاثنين حطناهم على نفس البورد. تمام؟ على نفس الدايرة. فممكن نوصل ما بينهم ببرينتد لاينز اللي هم يعتبروا منبثقين من البارالل بليت بقى مع شوية تحوير في اشكال المعادن. ففي واحد اسمه مايكرو ستريب بيبقى معدن علوي العرض بتاعه ضيق، والمعدن السفلي بيبقى هو اللي يعتبر بليت. تمام؟ او بنسميه جراوند شيل، والسيجنال بتبقى ماشيه محصوره ما بين المعدن ده والمعدن ده في الحته دي. تمام؟ في الحته اللي هي معرفه بعرض المايكرو ستريب. تمام؟ في نوع تاني اللي هو كوبلينر ويف جايد، اللي هو بيبقى الارض بدل ما تكون تحت المعدن العلوي لا بتكون جنب المعدن. تمام؟ فبيبقى السيجنال ماشيه هنا، والاثنين دول بيبقوا اكنهم جراوند ايه؟ جراوند ميتلز. طيب الويف بتبقى كونفايند فين؟ كاي و اتش. الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد بيبقوا موجودين في الجاب اللي ما بين المعدن ده والارض اللي جنبه دي، والباور بيفلو في الاتجاه ده. تمام؟ في الاثنين جابس دول. ده اسمه كوبلينر ويف جايد. تمام؟ دي البرنتد تايبس. في انواع ثانيه اسمها الستريب لاين، في جراوندد كوبلينر ويف جايد، في حاجه اسمها شيلدد مايكرو ستريب، في انواع كتير. كل الانواع البرنتد دي بتسهل الباور ترانسفير ما بين سورس ولود، الاثنين موجودين على نفس الايه؟ على نفس البي سي بي او على نفس البورد. تمام. دي حاجه اسمها سيرفيس ويف، هي ان جنرال السيجنال بتفضل ان هي تطلع من معدن وتنتهي على معدن، تبقى كونفايند للمعدن ده. لكن لو الفريكونسي عليت شويه كومبيرد للبعد ده، مفيش ما يمنع ان في شويه باور يروحوا ناحيه الايه؟ في الاتجاهات اللي في السبستريت، يتمشوا في الدايلكتريك بقى. تمام؟ دي حاجه اسمها سيرفيس ويف، ودي احد الديزاين براكتسز اللي بتبقى موجوده ان الواحد يحاول يعمل لها ايه؟ يقتلها، ها؟ يحاول يعمل لها كانسليشن، يعمل لها سبريشن. ما يبقاش في اي احتمال ان في حاجه تخرج بعيد عن نطاق المعدن العلوي ده. تمام؟ طيب، في اسئله ثانيه؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا كونسبتشولي احنا عايزين نعمل ايه في الويف اللي كانت ماشيه ان جايدد. طيب ليه الناس ما كانتش بتتكلم على موضوع السلكه الطويله والسلكه القصيره السنه اللي فاتت في كورسات السيركتس؟ السبب ان الحاجه اللي احنا كنا قلناها المره اللي فاتت، ان الفريكونسي كانت واطيه كفايه ان الايفكت اللي بيحصل عند السورس بينتقل لكل الدايره اولموست ايه؟ انستنتلي. فلو احنا خدنا مثال للدايره اللي فوق دي، احنا عندنا اثنين ريزيستورز. لو انا ما اعرفش معلومه جديده زي اللي احنا هنتعلمها السنه دي، انا هقول ان الاثنين ريزيستورز دول متوصلين ان سيريز، والكونسبت التقليدي اللي احنا عارفينه هم شايلين نفس الكارنت عشان هم موجودين في نفس الايه؟ نفس اللوب، صح؟ الكونسبت في السيركتس ان بدل اثنين اليمنتس في نفس اللوب بيبقى بيمشي فيهم نفس الايه؟ نفس الكارنت، نفس الماجنتيود ونفس الفيز ونفس كل حاجه، صح كده؟ طيب اللي احنا قلناه المره اللي فاتت الكونسبت ده غلط. اول ما يبتدي ابعاد الدايره دي تبقى كومبرابل لايه؟ للويف لينث، او للمعدل اللي بيحصل بيه تغيير للسيجنال الونج السايكل بتاعتها في التايم. تمام؟ ليه الكلام ده ظهر دلوقتي؟ لان بقى عندي في سبيشال اكستنت. يعني ايه سبيشال اكستنت؟ يعني احنا اتعلمنا في كورس الويف بروباجيشن ان الويف بروباجيشن بيتم هنا ساينوسويدال او تايم هارمونيك 4. لو انا راسم مع زد فبيبقى عندي سام فاريشن كده عند اي لحظه تي بتساوي ايه؟ تي نود. مين اللي عمل الفاريشن ده؟ كان في سورس واقف هنا عند زد بتساوي حاجه معينه، عمال يعمل بيرتربيشن فابتدى يجنريت سيجنال في الهواء بتنتقل في شكل الكتروماجنتيك ويف. تمام؟ هتنتقل برضو ما بين السلكتين باي شكل من الاشكال دي في شكل الكتروماجنتيك ويف، كل الفرق ان هي بقت محصوره. تمام؟ فلو احنا جبنا السلكتين دول كده وافترضنا ان كان في هنا ريزيستور وهنا في ريزيستور، وادي السورس. السورس ده الفريكونسي بتاعته سريعه كفايه او عاليه كفايه ساتش ذات على الاكستنت ده في الفراغ انا ابتديت اشوف اجزاء من السايكل. يبقى وقتها الريزيستور دي شايفه الكرنت ده بالانتنستي دي وبالاتجاه ده اللي هو مثلا وليكن في اتجاه بوزيتيف زد. تمام؟ بينما الريزيستور دي شايفه الكارنت بالماجنتيود ده
بالاتجاه ده او بالاشارة دي، يعني اكنها شايفة كارنت كده، تمام؟ وطبعا عشان الكونسبت بتاع الكارنت اللي بيروح ويقفل الدائرة الغلط ده برضو، تمام؟ احنا بنقول الكارنت ده قدامه هنا على طول اخوه نفس الماجنيتيود بس 180 degrees out of phase، مش كده؟ وهنا نفس الكلام في واحد زيه كده. يبقى الاوفرول افكت اترجم لايه؟ ان انا ممكن ابقى فاكر ان دي اسمها لوب، هي لا لوب ولا حاجه، لان بتز نوت سبورت نفس نفس الكارنت. ليه؟ لان هي سبيشالي بقت موجوده على امتداد كبير. كبير قد ايه؟ احنا عارفين ان السايكل دي في الفراغ اسمها الويف لينث، تمام؟ لو كان الفراغ ده هواء والويف ماشيه بالمود اللي اسمها تي اي ام مود، فلاندا دي بتبقى سرعه الضوء في الهواء على الفريكونسي، صح؟ فلو احنا كنا بنتكلم على مثلا 1 ميجا هرتز سورس، لو السورس ده كان 1 ميجا يعني 10 اس 6، 3 في 10 اس 8 على 10 اس 6 ب 300، مش كده؟ يبقى انا بتكلم على ويف لينث كام؟ 300 ايه؟ متر. يبقى لو انا الدايره كانت قدامي على الترابيزه هنا امتدادها 10 سم، فانا اكشولي اللي كل ده كان هيبقى متكون فين؟ هنا مثلا، تمام؟ هل هنا في فاريشنز في الامبليتيود والفيز؟ يعني لو دي فعلا صغيره واحد على 300 من دي، مش هشوف اي اختلافات. حتى لما التايم يبتدي يتحرك ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي يحصل لو قلت للتايم اتحرك بقى؟ كل الويف فورم دي تبتدي ايه؟ تبتدي تسلايد، صح كده؟ تمام؟ فالفاريشنز كلها اللي هي الوقت كل دي بقت كونسنتريتد في نقطه قد كده، بقت شايفه كلها كارنت الاتجاه كده والماجنتيود بتاعه ذات ماتش، مش كده؟ يبقى هي ستيل مش شايفه فاريشنز، هي شايفه فاريشنز مع التايم ولا السبيس؟ لو كانت الدايره صغيره شايفه فاريشنز فين بس؟ مع التايم بس، تمام؟ اللي هو الفيزر، التايم فيزر اللي انتوا كنتوا متعلمينه السنه اللي فاتت، تمام؟ انا هضيف على التايم فيزر ده فاريشن مع الفراغ. ليه؟ لان الدايره ما بقاش ابعادها نقطه، الدايره بقت ابعادها منتشره along certain part of the cycle. ممكن البارت دي تبقى one wavelength، ممكن تبقى جزء من الويف لينث، ممكن تبقى multiple wavelengths، تمام؟ في كل الحالات as long as ان انا ابتديت اشوف اجزاء من السايكل، ما ينفعش اهمل الايفكت بتاع الويف بروباجيشن اللي هو بيترجم لاختلاف في الماجنتيود والفيز along ما كان يسمى قبل كده شورت سيركت. ما بقاش في حاجه اسمها ايه؟ شورت سيركت، دي ما بقتش موجوده في الاتجاه بتاع البروباجيشن. حد مش فاهم المبدا؟ طيب عشان الناس تحط خط كده ما بين صلاحيه نظريه الدوائر وصلاحيه النظريه اللي احنا هنسميها ترانزميشن لاين ثيوري، قالوا تعالوا نفترض ان طول ما الابعاد بتاعه الدايره اقل من عشر الويف لينث، نظريه الدوائر از اوكي، مفيش فيها مشكله، هتدينا اكيورسي زي اللي هنقيسها في المعمل، تمام؟ الايرور فيها مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى عامل لنا مشكله. اول ما ابعاد الدايره تكبر وليكن اكبر من عشر الويف لينث، هيبتدي اللي انا بشوفه في المعمل يختلف عن اللي انا بحسبه باستخدام نظريه الدوائر. يبقى ما ينفعش اشتغل بيها اني مور، لازم اروح لنظريه ثانيه اعم. ممكن ننط الاي ام ثيوري اللي هي فيها اي واتش، ونصعب على نفسنا الموضوع ونقعد نحل دوائر فيها ار وال وسي باي واتش. دي حاجه مش ظريفه، تمام؟ فالناس عملت حاجه ايه؟ حاجه في النص، نظريه انترميديت. النظريه دي زي ما اتفقنا ملخص اللي على السبوره هنا، هي اللي بتعالج الدوائر اللي امتدادها هو الخط المنقط، مش الدوائر اللي امتدادها هو الخط الايه؟ السوليد. الخط السوليد والخط المنقط انا راسمهم ان ريفرنس ليه؟ الويف فورم بتاع بروباجيتنج ويف، مفهوم؟ حد مش فاهم؟ تمام. طيب فاحنا عشان نفهم النظريه الجديده دي حاجه من اتنين، يا اما نروح للحاجه الاعم قوي ونخصص، مش كده؟ يا اما نروح للحاجه الخاصه ونبتدي ايه؟ نحاول نشوف هي كان فين المشكلة ونحاول نجنرالايز، تمام؟ نكبرها شوية، نكبر حدودها شوية أو نسمي الحاجة الجديدة باسم نظرية جديدة، تمام؟ طيب يبقى أنا يا إما هروح من السيركت ثيوري أحاول أجنرالايز، يا إما هروح من الإي إم ثيوري ونحاول نخصصها شوية، بحيث إن إحنا بدل ما إحنا شغالين مع إلكترومجنتيك فيلدز وتشارجز وكارنتس وحاجات زي كده، نحاول نروح لحاجة اسمها إيه؟ فولتج وكارنت ويفز. البارامترز بتاعت الموديل بتاع نظريه الكهرومغناطيسيه كان حاجه اسمها ميو وسيجما وايه؟
وابسلون صح اللي هو بيسموهم الكونستيتيف بارامترز بتاعت الميديا. نظريه الدوائر ما تعرفش حاجه اسمها اي او اتش صح، تعرف حاجه اسمها فولتج وكارنت، والبارامترز اللي بتتعامل معاهم حاجه بنسميها لامبد بارامترز اللي هي ار وال وسي. اي اليمنت ممكن نوصفها بايه؟ بار وال وسي ان اديشن للسورسز طبعا. تمام. طيب النظريه الانترميديت دي هتبقى لا هي كده ولا هي كده، هي لا هتبقى فولتجز وكارنتس ولا هتبقى الكتروماجنتيك فيلدز، هتبقى فولتج وكارنت ايه؟ ويفز. وبدل ما تتعامل بميو وابسلون وسيجما او ار وال وسي، هتتعامل بتعديل الار وال وسي، هتتعامل بحاجه اسمها بير يونت لينث بارامترز، يعني كميات ايه للوحده الطوليه. تمام. او ساعات بيسموها ديستريبيوتد كومبوننتس لان هي متوزعه في الفراغ، مش متركزه، مش لامبد في الفراغ، يعني ما لها اكستنت. تمام. محدش عمره كان في الدوائر حد يبقى مطلوب ان هو يعرف الريزيستور ده طوله كام سنتي وهو بيحطه في الدايره، ما كانش حد بيسال السؤال ده. تمام. لكن هنا انا محتاج اعرف هو التوصيله من هنا لهنا كام سنتي، والكام سنتي دي كام بالنسبه لل ويف لينث عشان اعرف الايفكت اللي حصل ايه. تمام. طيب انا في السنين اللي فاتت كنت بشتغل من بره لجوه. تمام. وانت بحس الناس بتجد ديستراكتد شويه بمعادلات ماكسول وكيرل اي وكيرل اتش والحاجات دي اللي انتوا قتلتوا فيها بحثا في سنه ثانيه وهترجعوا لها ثاني الترم الجاي. فانا يعني هديكم بريك من معادلات ماكسول وهنشتغل من فين؟ من جوه لبره. تمام؟ هشتغل سيركتس وجنرالايز. تمام؟ ايه نقطه البدايه؟ نقطه البدايه اللي احنا نعرفه. طيب نقطة البداية ان انا عندي RF source او RF generator، الاستاذ ده عايز يلونش سيجنال. لو كان مفيش كابلات هنرجع لمسألة سنة تانية كده، هو هيرمي سيجنال في الهواء وهتبتدي تشوف هل ينفع تبروباجيت ولا لا، واللي انتوا اتعلمتوه اللي هي بتنفع تبروباجيت بانواع مختلفة من المودز اللي اتعلمتوه السنة اللي فاتت، حاجة اسمها TEM. اللي احنا قلناه من دقايق ان احنا كل اللي هنعمله ان الويف اللي كانت زمان ماشيه في الهواء، كل اللي هنعمله هنعمل فيها ايه؟ هنحصرها بالمعدنين دول وهنفترض ان هي برضو هتعرف تمشي ما بين المعدنين دول. تمام؟ كفولتج وكارنت، الاستاذ ده ابتدى يجنريت فولتج في بدايه السلك، الفولتج ده لقى قدامه ميديم يقدر يتمشى عليه فهيبتدي بروباجيت، يبقى الفولتج سيجنال هتعمل فولتج ويف وتبتدي تمشي along the line. تمام؟ الكرنت اللي بيتزق فوق وفي نفس اللحظه في واحد تاني بيتسحب مع تحت مش مستني لسه يقفل ويعمل اللوب. تمام؟ الاثنين كرنتس اللي هم البير اوف كرنتس دول برضو مع بعض هيلاقوا قدامهم ميديم ينتقلوا عليه، فهيبقى في عندنا كمان ايه؟ كرنت ويف. فولتج ويف مع كرنت ويف، في مع اي تعمل لنا على طول ايه؟ باور فلو. تمام؟ يبقى في مع اي ماشيين مع بعض عاملين لنا باور فلو على هذا اللاين. طيب احنا اتفقنا ان احنا كدوائر كناس بتوع سيركتس ما نعرفش نتعامل مع حاجه اسمها سلكه طويله. تمام؟ فلازم نعمل حاجه عشان نعرف نشغل السيركتس. تمام؟ الكومبوننت اللي اسمها سلكه طويله دي مش ما نعرفهاش صح؟ فهنعمل ايه؟ هناخد من السلكه الطويله دي ايه؟ العادي. ناخد ايه؟ حته ديفرنشال عشان لو بقت سلكه صغيره اعرف اشغل عليها نظريه ايه؟ نظريه الدوائر مش كده؟ اخد حته كده طولها دلتا زد، لو ده افترضنا ان ده اتجاه زد. تمام؟ هاخد حته طولها دلتا زد. انا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف على الكومبوننت الجديده دي اللي اسمها السلكه الطويله او ترانزميشن لاين توزيعه الفولتج along اللاين ده بكام؟ بي اوف زد، والكرنت بيتوزع عليه ازاي؟ تمام؟ ده الهدف. اعرف الفولتج والكرنت ديستريبيوشن along اللينث بتاع هذه النيو كومبوننت. تمام؟ فهناخد ديفرنشال اليمنت ات سيرتن بوينت زد، الامتداد بتاعها دلتا زد. هقول ان هفترض ان الفولتج قبليها كان اسمه في اوف زد وبعديها اسمه كام؟ صح؟ في اوف زد زائد دلتا زد. داخل هنا كرنت اي اوف زد وخارج كرنت اسمه I of Z زائد دلتا Z. تمام؟
ومش محتاج اقول ان ده اقول لهنا ده اللي هو ماينس اي اوف زد واقول لهنا هو ماينس اي اللي تحت ده. دايما بنتكلم على الكرنت اللي في المعدن المرجعي اللي في المعدن اللي هو اللي مش مرجعي. المعدن المرجعي ماشي عليه النيجاتيف على طول تمام. ده بيسموه الريفرنس كوندكتور. اوكي طيب فانا داخل هنا اي اوف زد خارج اي اوف زد زائد دلتا زد وعندي هنا حته سلك. السلكه دي يا اما شكلها كده ده نسميه ايه كواكسل كيبل يا اما سلكتين جنب بعض نسميه تو واير. الرسمه دي هو السيركت ريبريزنتيشن. انا مش قصدي ان دول سلكتين مفهوم, مقصود ان دول معدنين داخلي وخارجي الكواكسل. المعدنين المتماثلين دول في التو واير او المعدن العلوي بتاع المايكرو ستريب والارض تمام. فواحد منهم هو ده والتاني هو ايه المعدن التاني. فالرسمه دي السيركت ريبريزنتيشن بس عشان ما حدش يبقى دايما دماغه مقفوله على موضوع ان عندي سلكتين ده تمام. طيب لو انا خدت حته صغيره من الكواكسل كيبل مثلا تمام الكتريكال, لو انا ابتديت احط بوتنشال ديفرنس ما بين المعدنين دول من اللي احنا اتعلمناه في الالكتروستاتكس بتاع اعدادي, ايه الخاصيه بتاعت اي معدنين جنب بعض بيتولد ما بينهم حاجه اسمها ايه او هما الاستراكشر ده المكون من معدنين ما بينهم ايه كاباستنس مش كده. طب ليه ما كناش بنقول الكلام ده زمان؟ كان في كاباستنس موجوده زمان الفريكوانسي واطيه فالامبيدنس بتاعتها اوبن سيركت بالنسبه للسكه بتاعت الشورت سيركت اللي هي كان زمان اسمها شورت سيركت. فمحدش عمره كان بيجي في وسط الدايره اللي هنا دي يقول هو فين بقى الستري كاباستنس او الكاباستنس اللي ما بين المعدن اللي فوق واللي تحت. هي موجوده مش دول معدنين بس عند الفريكوانسي دي كومبيرد للار هي اوبن سيركت ملهاش معنى نحطها في الاعتبار مش كده. طيب يبقى انا الكتريكالي عندي في ما بين المعدن ده والمعدن ده صام ايه كاباستنس لما بدرايف ستيدي كارنت زي ما خدته السنه اللي فاتت في الترم الاولاني تمام. لو انا بدرايف ستيدي كارنت في معدن والريتيرن كارنت راجع في معدن تاني سواء كان كده وكده او كده وكده, ايه البروبرتي اللي بشوفها في الستيدي كارنت فلو؟ ايه اللي بيبقى اسوسييتد بالستيدي كارنت لما يكون عندي معدنين كده لا نهائيين؟ ماجنتيك فيلد بيتولد عنه حاجه اندكتنس مش كده. بنعمل ايه الماجنتيك فيلد نكمله على الاريا اللي بتخترق اللوب بتاعت الدايره دي نحسب الفلكس لينكج نقسم الفلكس لينكج على الكارنت يطلع لنا الاندكتنس. وانتوا كنتوا المفروض حسبتوا الكلام ده في كذا ايه كورس طلعتوا ان مثلا الاستاذ ده الكاباستنس بتاعته 2 باي ابسلون على لم بي على ايه مش كده الكاباستنس بير يونت لينث صح لكل وحده اطوار والاندكتنس بتاعته ميو على 2 باي لم بي على ايه تمام. المفروض تكونوا خدتوا الحاجات دي عملناها قبل كده يعني. ده عنده برضو اكسبريشنز برضو للكاباستنس وللاندكتنس بتبقى فانكشن في ايه كوشاين المسافه والرادياي بتاعته تمام. هتلاقوها موجوده في الكتب. المايكرو ستريب معرفش عنده ايه, البارلل بليت عنده ايه, كل واحد عنده ايه حاجه من الحاجات دي ديفرنت اكسبريشنز لكن المشترك ما بينهم ان دايما الكاباستنس فانكشن في ابسلون ها لينير فانكشن في ابسلون دايما تمام. والاندكتنس لينير فانكشن في ايه في ميو والباقي حاجه ليها علاقه بهندسه الشكل يعني ده عنده معدن داخلي ايه ومعدن خارجي بي ده المسافه ما بينهم معرفش كابيتال دي والراديوس بتاعه مش عارف او دايمتر سمول دي دايما تلاقوا الباقي حاجه ليها علاقه بهندسه الكابل ده او الايه الشكل ده تمام. طيب يبقى اي ترانسميشن لاين الحته دي ممكن نطلع لها دايره مكافاه ايكويفالنت سيركت عندها سم اندكتنس تمام وعندها سم ايه كاباستنس تمام. ادي الخط ده اللي هو هنا ده والخط ده اللي هو هنا ده تمام. وهنا في حاجه اسمها في اوف زد وهنا في اوف زد زائد دلتا زد وداخل هنا كارنت اي اوف زد وخارج من هنا كارنت اي اوف زد زائد دلتا زد والحته دي طولها دلتا زد اقل بكتير جدا من الواحد من الويف لينكس صغيره خالص تمام. وكل ما تبقى اصغر كل ما يبقى اللي حوله كمان شويه فاليد تمام. كل ما هي تصغر تبقى تقريبا ما لهاش اكستنت في الفراغ كل يبقى من حقي ان انا اطبق نظريه ايه سيركتس خلاص. حلو جدا يبقى احنا كده رجعنا للكمفورت زون ها رجعنا للمنطقه اللي احنا بنستريح لها يعني اعتقد صح بتحبوا انتوا السيركتس تمام. انا عندي دايره زي كده
وعايز اعرف العلاقات ما بين الانبوت والاوتبوت فولتج والانبوت والاوتبوت كارنت. مش ده الهدف طبعا. الهدف ان نعرف V of Z و I of Z على الشكل الكبير اللي كان عنده امتداد كبير. تمام؟ عشان كده شغلنا نظرية التفاضل والايه؟ ولو احتاجنا نشغل التكامل بعد شوية. تمام؟ خلينا في التفاضل دلوقتي بس. تمام؟ طيب. فاحنا دلوقتي خدنا differential element. نبتدي نشتغل باللي احنا عارفينه. اللي احنا عارفينه KVL ومين؟ وKCL. KVL الفولتج ده هو الفولتج ده زائد الدروب على الاندكتور ده. انا عارف الاندكتنس بير يونت لينث وعارف الكاباسيتنس بير يونت لينث من الاستاتيك موديل. مين اللي قال الاستاتيك موديل شغال؟ التي ام ويف اللي هي نوع الويفز اللي احنا هنتكلم عليها الترم ده شبه الالكتروستاتكس في قيمه البارامترز بير يونت ايه؟ بير يونت لينث. تمام؟ ماشي يا جماعه؟ خدوا الكلام ده مسلم بيه يعني. اللي عايز يتاكد بقى من الكلام ده لازم يعمل الاثبات اللي من بره لجوه. تمام؟ انا مش عايز اجو فور الاثبات ده، هنسيبه للسكشن. تمام؟ طيب فاحنا هقدر استخدم الكتروستاتيك موديل عشان اطلع ال بير يونت لينث وسي بير يونت لينث. اذا كنت انا عارف دول على حسب نوع الكاب هقول يبقى دي هي ال في دلتا زد، صح؟ عشان تبقى التوتال ال، ودي هي سي في دلتا زد عشان تبقى التوتال كاباسيتنس بتاعت الحته اللي طولها كام؟ دلتا زد. حد مش فاهم؟ تمام. نكتب بقى كي في ال. يبقى في اوف زد بتساوي V of Z زائد دلتا Z زائد ايه؟ الكارنت اللي ماشي في دي ويعمل فيها دروب على حسب الامبيدنس بتاعتها، يبقى زائد I of Z في J اوميجا L دلتا Z. تمام كده؟ حد مش فاهم حاجة؟ طيب نجيب ال V of Z او نجيب دي الناحيه دي وناخد الترم ده نوديه الناحيه دي بالناقص ونقسم دلتا Z الناحيتين، فيبقى في عندنا V of Z زائد دلتا Z ناقص V of Z على دلتا Z، كل ده بيساوي J اوميجا L I of Z بالناقص. تمام؟ في مشكلة؟ ناخد الليمت هنا لما دلتا Z تروح لإيه؟ لزيرو، وهنا نفس الكلام. ماشي يا شباب؟ ده هو تعريف ايه ده؟ ده تعريف التفاضل باستخدام الليمتس، مش كده؟ يبقى ده هو دي في اوف زد باي دي زد بتساوي ناقص جي اوميجا ال اي اوف زد، والدي مش عندهاش حاجه تشتغل عليها هنا، مفيش دلتا زد الناحيه دي، قسمنا عليها خلاص. تمام؟ يبقى طلعت المعادله التفاضليه اللي بتحكم الفولتج ان ريليشن تو الكارنت على سلكه طويله هي دي في اوف زد باي دي زد بناقص جي اوميجا ال اي اوف زد. تمام؟ دي شبه ايه؟ كيرل اي بايه؟ ناقص جي اوميجا ميو الماجنتيك فيلد. تمام؟ طيب ممكن بقى نطبق كي سي ال كمان بالمره على النود الوحيده اللي موجوده فين؟ في الدايره دي. ايوه. زي ما انت عايز. هات الكاباستنس الاول، حط اتنين كاباستنس سي على اتنين وسي على اتنين، مفيش مشكله خالص. هيطلع نفس المعدات في الليمت. زي ما انت عايز. انا عملتها في المحاضره اللي فاتت، حطيتها هنا في الاول. تمام كده او كده لما تيجي تاخد الليمت هتلاقي هي نفس الحاجه. ممكن في بعض الكتب بتثبتها على كاباسيتنس في الاول وفي الاخر واندكتنس فوق واندكتنس تحت، ال على 2 وال على 2 وسي على 2 وسي على 2، كله بيطلع نفس المعادله في الاخر. اون ذا ليميت كله نفس الحاجه. تمام؟ طيب كي سي ال عند النقطه دي التيار اللي داخل بيساوي الاثنين اللي خارجين. تمام؟ اي اوف زد هيساوي ايه؟ اي اوف زد زائد دلتا زد زائد التيار اللي هنا اللي هو الفولتج اللي هو في اوف زد زائد دلتا زد مضروب في الادمتنس بتاعت الفرع ده اللي هو كام؟ جي اوميجا سي في دلتا زد. زي اوف زد زائد دلتا زد. تمام كده؟ ايه اللي انا كاتبه ده؟ دلتا زد بس. تمام؟ نكرر نفس الكلام ولا ايه؟ مش كده؟
نؤدي دي الناحية دي ونجيب دي الناحية دي بإشارة الناقص ونقسم وناخد الليمت يطلع ان ايه؟ ان دي اي اوف زد باي دي زد بيساوي ناقص جي اوميجا سي او بي اوف زد. تمام؟ كيرل الماجنتيك فيلد بجي اوميجا ابسلون ايه؟ اي. تمام؟ كويس كده؟ بقى عندنا المعادلتين دول، المعادلة دي والمعادلة دي، تعالوا نكتبهم جنب بعض كده، دي في باي دي زد بجي اوميجا ال ناقص جي اوميجا ال اي اوف زد والمعادلة دي. تمام؟ المعادلتين دول دي واحدة بيسموهم معادلات عامل التلغراف. تمام؟ اسمهم التلغرافرز او التلغرافيستس ايكويشنز. تمام؟ معادلات ايه؟ عامل التلغراف. نقول ان الاصل اخترعوا النظريه دي عشان يفسروا او يفهموا ازاي السيستم بتاع الايه؟ اللي هو كان بيبعتوا كود زمان كده مش عارف ايه وفي سلكتين ويستقبلوا في ناحيه ثانيه. تمام؟ فالترانزميشن لاين ثيري اساسا واز ديفلوبت عشان نفهم او نعرف نعمل ديزاين مظبوط للتلغراف سيستم. فسموا المعادلات دي التلغرافرز ايكويشنز. تمام؟ ايه السؤال؟ انت هتجيب دي الناحية دي بالناقص وتاخد الترم ده الناحية دي بالناقص، فهيبقى ده ناقص ده على ده بناقص ده، خد الليمت هيطلع لك كده. دي انا اخدت الليمت الناحيتين، انا اللي اخدت الليمت الناحيتين مش هي اللي جت. انا اخدت الليمت في الناحيتين من المعادلة، مش دول كانوا في الاصل دي بتساوي دي؟ انا قسمت عليها عشان اجيب تعريف التفاضل وبعدين اخد الليمت فظهر التفاضل. تمام؟ فانا قسمت عليها وخدت الليمت. اوكي؟ هنا الويت ماشيه بين التوب اكس، يعني هي محصوره على حسب هندسه الكابل. لو كواكسيال ماشيه في الفراغ اللي ما بينهم، لو بارلل بليت ماشيه في الفراغ اللي ما بينهم. تمام؟ في كل السبيس. لا اللي ماشي فوق وتحت ده اللي هو نظرتنا احنا للفولتج وكارنت. فرق جهد ما بين المعدنين وكارنت بيفلو فوق وكارنت بيفلو تحت. لكن كالكتروماجنتيك ويف هي محصوره في الدايلكتريك اللي ما بين المعدن ده والمعدن ده. لان احنا عارفين ان الويفز دو نوت بروباجيت انسايد المعادن الايه البيرفكت. صح؟ فهي محصوره ما بينهم. فبتجنريت في واي عليهم. فرق جهد ما بينهم وتيارات سطحيه ماشيه عليهم لو هو بيرفكت كوندكت. تمام؟ فاحنا بنبص على الفي اند اي بارت اوف ذا ستوري يعني. الاي والاتش مش عايزين نبص عليه. تمام؟ حد مش فاهم؟ طيب فاحنا دلوقتي بقى عندنا معادلتين تفاضليتين دول بيسموهم كابل ديفرنشال ايكويشنز، زي ما كان عندنا معادلات ماكسويل برضه معادلات كابل. انا عايز احل المعادلات، يعني عايز اطلع مين؟ دي اوف زد وعايز اطلع اي اوف زد. يا نحل المعادلتين دول سايمالتينيسلي، يعني نحلهم مع بعض، يا اما نحاول ان دي كابل واحده من الثانيه، مش كده؟ علشان اخلي المعادله دي معادله في بس او اخلي المعادله دي معادله في اي بس، ايه اللي نعمله تفتكروا؟ المعادله دي فيها اي صح؟ ودي فيها تفاضل الاي. فلو انا عايز اخلص من الاي اللي هنا، لو فضلت دي هظهر التفاضل الاول بتاع الكرنت، والتفاضل الاول بتاع الكرنت مربوط بالفولتج، اخد اعوض بيها هنا بقت معادله في الفولتج بس. صح كده؟ يبقى احنا لما نفاضل بقى احنا دلوقتي عايزين نحل بقى المعادلتين دول. نحلهم بان احنا ندي كابل المعادلات من بعضها. تمام؟ فهيبقى دي 2v باي دي زد سكوير، وهنشيل بقى مش لازم كل شويه نقعد نكتب اوف زد اوف زد. تمام؟ احنا فاهمين ان هي فانكشن في زد. اوكي؟ دي 2v باي دي زد سكوير بتساوي ناقص جي اوميجا ال، وبعدين هفاضل الكرنت بالنسبه لزد واخد التفاضل من فين؟ من المعادلة التانية. يبقى الكلام ده بناقص جي اوميجا سي في. تمام؟ الجي هتروح مع الجي بالناقص تطير لها واحدة من النواقص، ويفضل لنا ايه؟ ناقص واحدة بس، ناقص اوميجا سكوير ال سي، هناخدها الناحية التانية بايه؟ بالزائد. يبقى دي 2 في باي دي زد سكوير زائد اوميجا سكوير ال سي في بتساوي زيرو. تمام؟ الكمية اللي هنا دي ده ثابت يعتمد على الفريكونسي ويعتمد على ال وسي اللي هم خاصيه من خصائص نوع الكابل. صح؟ على حسب شكله بيبقى لهم اكسبريشن معين. هنسمي الكميه دي كي سكوير.
ودي ملهاش اي معنى. دي مش البروباجيشن كونستنت. تمام؟ اوكي؟ مهم قوي المعلومه دي. دي مش البروباجيشن كونستنت، دي ثابت بدل ما يبقى عندنا حاجات كتيره سميناها كي. خلاص كده؟ طيب المعادله دي هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن بيسموها معادله مين؟ معادله مين؟ اسم الراجل اللي حلها هيلمهولتز. كده؟ هيلمهولتز هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن. تمام؟ الناس بتوع الرياضه قالوا لنا ان حل معادله هيلمهولتز هي ان في دي از ا فانكشن اوف زد تبقى ثابت، حطوا حاجه اسمها ايجن فاليو ولاندا وبقى الكونجكت بتاعها حاجات كتيره كده صح؟ في سنه اولى. اي تو ذا ماينس جي بيتا زد وثابت تاني اي تو ذا بلس جي بيتا زد. مين بيتا؟ ماثيماتيكالي الايجن فاليو. تمام؟ ماثيماتيكالي بيتا از ذا ايجن فاليو. فيزيكالي ايه هنعرف؟ تمام؟ او انتوا عرفتوا خلاص السنه اللي فاتت يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا كام ثابت اختياري هنا؟ ثابتين. تمام؟ دي معادله تفاضليه حلها بيطلع فيه ثوابت اختياريه، عشان اعرف الثوابت لازم يكون مديني، يكون مدينا ايه؟ دي لو كانت اي في بي، دي مش اي في بي، دي بي في بي، دي باوندري فاليو بروبلم، دي مش حاجه في التايم انا ببص على الانيشال فاليو والتفاضلات. ها انا عايز اعرف هي اللاين ده اوله ايه واخره ايه؟ يبقى دي الباوندريز. هو قال لي افرض ان اللاين ده انفينيت، يعني السورس راح عند انفينيتي واللود موجود فين؟ عند انفينيتي من الناحيه الثانيه، يبقى ما ادانيش باوندري كونديشنز، يبقى اعمل زي ما انا عايز افتراضات. از لونج از اني بديله حل بيحقق المعادله التفاضليه والباوندري كونديشنز غير المعطاه، مش كده؟ يبقى انا حر. مش هو اللي غلطان، هو ما ادانيش الباوندري كونديشنز، تمام؟ ممكن افرض ان دي بزيرو. تمام؟ مش ابروكسيمتلي. هفرضها بزيرو. تمام؟ ينفع افرض ان دي كمان بزيرو؟ ليه؟ هيطلع زيرو تفاضل الزيرو مرتين زائد زيرو بزيرو. حققها. ده ايه؟ تريفيال سولوشن، صح؟ يبقى انا ممكن اعمل اسامبشن زي ما انا عايز اطلع حل بس ما يبقاش الحل الايه؟ الهايف. تمام؟ طيب يبقى هنخلينا على ده، مش لازم ناخد الجنرال سولوشن، هناخد الحل ده بس. تمام؟ بدل ده اسمه حل للمعادله التفاضليه، بقى المفروض نعوض بيه في المعادله نلاقيها شغاله، صح؟ يكون بيساتسفايد ديفرنشال ايكويشن. فانا هاخد ده اعوض بيه هنا على امل ان اطلع مين؟ ومين؟ وبيتا، ما انا ما اعرفهاش، صح؟ فهاخد اعوض في المعادله دي تفاضل مرتين بتاع الكومبلكس اكسبوننشال فانكشن بايه؟ بنفسها، بس بنضرب في ايه؟ في المعامل، هنضرب فيه مرتين عشان ده تفاضل مرتين، يبقى ناقص جي بيتا تربيع، وبعدين الفانكشن تنزل زي ما هي، زائد كي تربيع وايه الفانكشن زي ما هي. تمام؟ فعندي المعادله ايه؟ دي بتقول ان ده زائد ده بزيرو، هناخد ايه؟ اي تو ذا ماينس جي بيتا زائد مشترك، هيفضل لنا جوه ايه؟ كي سكوير ماينس بيتا سكوير بكام؟ بزيرو. تمام؟ ثلاث حاجات مضروبه في بعض، يا ايه بزيرو؟ رجعنا للحل الهايف، صح؟ يا الكومبلكس اكسبوننت بزيرو، ده ما ينفعش، صح؟ ما اقدرش اعمل فيه حاجه اخليه بزيرو ده. تمام؟ از لونج از ان الكميه دي بيور ايماجينري، صح؟ يبقى ده مش هينفع يبقى بزيرو. انا مش ناقص غير ايه؟ ان بيتا تساوي زائد او ناقص، ومن حقي اطير الحل اللي بالناقص كي، يعني بزائد اوميجا جذر ال سي، ودي اللي احنا بنسميها ايه؟ دي اسمها ايه؟ dispersion relation. تمام؟ اللي هي اهم حاجه في كورس السنه اللي فاتت، صح؟ دي اسمها ايه؟ الديسبرشن. دي اللي قالت لنا ان بيتا اللي هي طلعت بالصدفه بتساوي هذا الثابت، تمام؟ از ا لينير فانكشن اوف فريكونسي، وبالتالي هذا النوع من البروباجيشن از نون ديسبيرسيف. ليه؟ عشان كنا قلنا في الاول كده ان بتوع السيجنالز قالوا لنا ان لو كان ده هو الامبلس ريسبونس بتاع السيستم، وبيتا اللي فوق دي كانت لينير مع الفريكونسي، فكل اللي هيحصل في التايم دومين هي تي ناقص تي نود، حيث تي نود هو معامل مين؟ اوميجا في الاكسبوننت. فاكرين؟ مش انا قلت لكم الكلام ده؟ مش قلنا كده لو عندنا لينير تايم انفاريانت سيستم داخل له اكس اوف اوميجا وخارج منه واي اوف اوميجا، الامبلس ريسبونس او الفريكونسي ريسبونس بتاعه اتش اوف اوميجا اللي هو في الحاله دي الكميه دي
اللي هو propagation term. لو كان البروباجيشن تيرم ده عباره عن كومبلكس اكسبوننت ومعاه اوميجا لينير في الاكسبوننشال، يبقى معناها ان في التايم دومين كل اللي هيحصل السيجنال ايه؟ شويه ديلي. لو كانت بيتا از نون لينير فانكشن اوف اوميجا، يبقى يحصل ايه؟ حاجه ثانيه انا ما اعرفهاش، ان ما عندناش في الجداول بتاعه الفوريير ترانسفورم حاجه بتقول لو كان اللي هنا ده اوميجا سكوير او اوميجا كيوب، صح؟ عشان كده المعادله دي اسمها الديسبرشن ريليشن، دي اللي بتحدد بيحصل ديسبرشن ولا لا، ودي اول حاجه بتطلع من حل المعادلات التفاضليه، سواء كانت معادله في واي في الترانسميشن لاين او معادله كيرل اي وكيرل اتش في معادلات ماكسويل. والحاجه الثانويه هي في اوف زد واي اوف زد، تمام؟ لان انا لحد دلوقتي انا جبت بيتا قبل ما اعرف قيمه مين، ايه، صح؟ ايه اللي هو توزيعة الفولتج انا مش عارفها، انا عرفت بس هو بيبروباجيت ازاي along اللينك، لكن قيمه ايه انا عارفها؟ اعرفها منين؟ حد يعرف يقول لي نجيب دي ايه ازاي؟ انا لما عوضت طلع ان ما ينفعش افرض ان دي زيرو الا ارجع للحل الهايش. طب هي بكام بقى؟ ما انا ما عنديش، هو ما ادانيش، قال لي السورس هناك واللود هناك، اجيبها منين بقى؟ نفرضها، صح؟ يعني ايه نفرضها؟ فيزيكالي دي الامبليتيود بتاع الفولتج سيجنال، يبقى المفروض ان هي بطريقه او باخرى ليها علاقه بالباور اللي السيجنال دي شايلها. هو ما ادانيش اي معلومات عن الباور اللي طالع من السورس، يبقى هتفضل دي مجهوله لحد ما يقول لي ده السورس ده كان بيلونش كذا واط على اللاين. تمام؟ اوكي؟ في مشاكل؟ انا عايز اعرف على ايه اساس لا سيبيها مفيش مشكله، وكملي الحل عادي خالص، هيطلع لك ان لا الايه معروفه ولا البي برضو عارفينها. الايه بنعرفها لما نعرف السورس، والبي نعرفها لما يقول لنا اللود اخباره ايه، اللي هم الاثنين باوندرز. فلو عايزه تسيبيها كنوع من تعميم الحل هيطلع لك برضو الاكسبريشن، ويطلع لك ان بيتا بنفس العلاقه برضو دي، بس هيفضل لك بي قاعده هنا مفيش مشكله، بس بتصعبي على نفسك حاجه هو ما قالكيش قيود عشان انت تحطيها على نفسك، فسهلي الحل وخلاص. تمام؟ زي ما يكون واحد بيحل مساله ويب بروباجيشن يقول هو احنا اشمعنى فرضنا ان اتجاه البروباجيشن في اتجاه زد؟ ليه ما خدناهوش في اتجاه عام ما بين اكس وواي وزد مثلا؟ صح؟ ممكن، ونكتب كده جنرال اكسبريشن اي بتساوي اي نود اي تو ذا ماينس جي كي دوت ار، يمكن تكونوا كتبتوه. تمام؟ طب ليه؟ ما ادور المحاور اخلي اتجاه البروباجيشن هو اتجاه زد، وتبقى شكل الاكسبريشن اسهل. يعني بدل ما فيش حاجه تجبرنا على الحل الصعب نحل الحل السهل دايما. تمام؟ ناخد بريك؟ طب تعالى اسال. ناخد بريك 5 دقايق. غيره؟ لو هو مديني باوندري كونديشنز لمعادله تفاضليه ما ينفعش اثبت اي افتراضات على الثوابت الاختياريه لحد ما احقق الباوندري كونديشنز. لو بعد ما حققت الباوندري كونديشنز طلع ان لسه في عندي ثوابت اختياريه ابتدي اختارها، لكن مش نفرض وبعد كده نحاول نحقق بقى الباوندري كونديشنز اللي هو مديها، ما ينفعش. تمام؟ نسيب الحل العام، نحقق الباوندري كونديشنز، وبعد كده لو فضلت لسه في ديجريز اوف فريدم نبتدي نفرض اللي احنا عايزينه. تمام؟ طيب ده كان بالنسبه لفي اوف زد. هل انا كان لازم ادي كابل في من اي ولا كان ممكن اعمل العكس؟ كان ممكن نعمل العكس، يعني نعمل ايه؟ نفاضل المعادله دي ونجيب في تفاضلها من هنا نحطه هنا، صح؟ ونحل نفس المعادله هيطلع نفس الايه؟ نفس الاكسبريشن، بس بدل ما ده كان اسمها ايه؟ اي تو ذا ماينس جي بيتا زد، تعالوا مثلا نسمي دي اي في، الكرنت هيطلع ايه؟ نسميها اي اي مثلا، تمام؟ تعالوا نشيل بس الكلام اللي هنا ده. يبقى احنا طلعنا في اوف زد ب اي في اي تو ذا ماينس جي بيتا زد، وهنطلع اي اوف زد بثابت تاني نسميه AI e to the minus j beta z، وحيث بيتا هي اوميجا جذر LC او بتساوي K اللي هو الثابت الرياضي اللي احنا اخترناه واحنا بنحل المعادله التفاضليه للتسهيل. تمام؟ يبقى كده احنا طلعنا ال dispersion relation وطلعنا ال voltage و current distribution من غير ما نحتاج نرجع ل EOH، صح؟ ولا احتاجنا؟ ما احتاجناش. يبقى احنا كده فعلا خدنا ايه؟ المسار اللي هو من جوه لايه؟ لبره، واللي من بره لجوه ده هسيبها لكم انتوا تجربوا تعملوه او الباشمهندس هتعمله معاكم ايه بارشلي في السكشن يعني. تمام؟ طيب مفيش اي اختلاف على فكره في خطوات الحل يعني عن كيرل كيرل او
عن اني بعمل التفاضل مرتين، هي نفس الخطوات. طيب يبقى عشان نلخص اللي الناس بتعمله، لو انا عايز ابروتش ترانسميشن لاين ثيوري، عايز افهمها من وجهه نظر الاي ام ثيوري، هبتدي بمعادلات ماكسويل، احاول ادور على الحل بتاع تي اي ام مود، لان ده الحل اللي يهمنا اللي ما فيهوش ديسبرشن. هل في مودز تانية؟ الاجابه اه. هل لازم اخدها في الاعتبار؟ الاجابه اه. لو انا شغال اعلى من فريكونسي معينه هتاخدوها الترم الجاي، اسمها كات اوف فريكونسي. المودز غير التي اي ام مود اللي هم اسمهم تي اي وتي ام اللي هنتعلمهم لسه الترم الجاي، ما بيقدروش يعمل يحصل لهم بروباجيشن لحد فريكونسي معينه. تمام. التي ام هي الوحيده اللي اول ما اعلى عن الدي سي تبتدي تتحرك. التي اي والتي ام ما يعرفوش يعملوا الكلام ده، لازم نعدي حد معين من الترددات. تمام. والحد ده مربوط بالفراغ اللي ما بين المعدنين. يعني لو انا عندي بارلل بليتس، كل ما اقرب المعدنين بتوعهم كل ما يبقى التي اي والتي ام مودز اللي هم بيسموهم الهاي اوردر مودز تظهر امتى؟ متاخر. كل ما بقرب الفراغ اللي ما بين الكابلين اللي هو المعدن الخارجي والداخلي بتوع الكابلات، كل ما برضه باخر ايه؟ باخر ظهوره. تمام. يبقى انا شغال سنجل مود اللي هي اسمها تي اي ام اللي احنا متعودين عليها من سنه ثانيه. تمام. وانس ان طلعت الحل بتاع التي اي ام مود، لو انا حابب اروح للترانسميشن لاين ثيوري من بره لجوه، هكامل على القطاع بتاع الكابل بغض النظر عن شكل القطاع، تكامل الاي يدي لي في، تكامل الاتش يديني اي بقانون امبير. تمام. واحده تكامل عادي اللي هو التكامل الخطي، تكامل في الاي هي تكامل في من نقطه ال بي على المسار. تمام. واحده بكامل على الكونتور عشان اطلع الكارنت على حسب قانون امبير. تمام. كده خلاص خلصت من اي و اتش، جبت ايه؟ في و اي. كده انا عرفت الفولتج والكارنت ديستريبيوشن، وانا بعمل العمليه دي هيظهر لي اوتوماتيك قيمه ال والسي بير يونت لينث، هيظهروا على طول في المعدات بالمقارنه. تمام. فانا هسيب لكم الاكسرسايز ده. اللي احنا عملناه هو الناحيه الثانيه، ان احنا بدانا من السيركت ثيوري، قلنا هناخد ديفرنشال اليمنت هنعمل لها سيركت موديل. السيركت موديل دي هتبقى ال وسي، لان اي معدنين في الدنيا حطيناهم جنب بعض يظهر ما بينهم كاباسيتنس، ولو عملوا لوب مع بعض هيبقى فيه سام ايه اندكتنس لهذه اللوب. تمام. فحطينا سيريز ال شانت سي في الموديل، وكتبنا كي في ال وكي سي ال، طلعنا المعدات التفاضليه اللي بتحكم في واي، حليناهم طلعنا في اوف زد وايه واي اوف زد. تمام. يبقى الاكسرسايز الاولاني ده اللي هو الحل باي و اتش او بمعادلات ماكسويل هسيبه لكم. الاكسرسايز الثاني ده هو اللي احنا بدانا ايه نشتغل فيه، بيقول كونسيدر ا لوسلس. ليه لوسلس؟ عشان ما يبقاش ندخل في اعتبارنا ايه ان الدايلكتريك اللي ما بين المعادن دي فيه لوسز، ولا ان المعدن ده كابر. نفترض ان هو بيرفكت كوندكتور دلوقتي، وكمان شويه نحط ان فيه لوسز. تمام. هنفترض ان عندنا لوسلس ترانسميشن لاين اوف انفينيت لينث، طالب ان احنا نكونستراكت السيركت موديل ده اللي احنا عملناه قبل البريك للديفرنشال اليمنت، نابلاي كي في ال وكي سي ال، ذن عايزين نسولف التليجرافيستس او التليجرافرز ايكويشنز فور ذا ديسبرشن ريليشن، ونجيب الفولتج والايه والكرنت ديستريبيوشن، ده اللي احنا عملناه. تمام. الحاجه الثانيه اللي طالبها ان احنا ندرايف اكسبريشن فور ذا ترانسميشن لاين كاركترستيك امبيدنس. يعني ايه ترانسميشن لاين كاركترستيك امبيدنس؟ احنا دلوقتي لما حلينا المعادلات طلع في عندنا ثابت هنا وثابت هنا، ده ثابت للفولتج وده ثابت للايه؟ للكارنت. تمام؟ ده الفولتج امبليتيود وده الكارنت امبليتيود. السؤال هل الاثنين دول في ما بينهم علاقه، ولا دول ثابتين اختياريين منفصلين عن بعض تماما؟ الاجابه ايه؟ لوجيكالي كده في ما بينهم علاقه ولا ما فيش؟ في ما بينهم علاقه، لان الباور اللي شايلها الكابل مربوطه بالاثنين، فالمفروض ان يبقى في سام ريليشن ما بينهم. اللي يحدد الريليشن ما بينهم شكل الكابل اللي شايل الاثنين دول. على حسب شكل الكابل هيتحدد العلاقه بين الاثنين دول. تمام. طب نعرف العلاقه دي ازاي؟ انا عارف ان المعادلتين دول او الاثنين ديستريبيوشنز دول بيحققوا اي واحده من المعادلتين دول، فممكن اخد المعادله في اوف زد احطها هنا افاضلها واساويها بناقص جي اوميجا ال اي اوف زد، ونطلع نسبه اي في على اي اي. تمام. تعالوا نجرب ناخد اول معادله، ممكن واحد يجرب يشتغل على تاني معادله. فانا هاخد الاثنين دول اعوض بيهم في المعادله التفاضليه الاولانيه. تمام.
فلو عوضنا في المعادله التفاضليه الاولانيه هيطلع ايه بقى؟ هيطلع التفاضل دي مره واحده ناقص جي بيتا اي في اي تو ذا ماينس جي بيتا زد بيساوي كام؟ ناقص جي اوميجا ال في الكرنت از ا فانكشن اوف زد، صح؟ اللي هو كام؟ اي 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 تو ذا ماينس جي بيتا زد. انا عايز اجيب حاجه اسمها زد نود اللي هي باي ديفينيشن نسبه اي في على اي اي، انا هعرفها كده تمام، لان دي فولتج على كارنت فدي وحداتها امبيدنس، فهنسميها كاركترستيك امبيدنس. تمام، الامبيدنس او المعوقه المميزه للكابل، تمام، بالعربي اسمها كده. تمام، طيب اي في على اي اي، المعادله دي السبيشال ديبندنس مشترك هنا وهنا، ممكن نطيره الماينس جي هنا هنطيرها مع الماينس جي هنا، هيطلع ان اي في على اي اي هي اوميجا ال على بيتا. لو حد كان اخذ المعادله الثانيه اللي هي دي اي باي دي زد كان هيطلع له ان النسبه بيتا على اوميجا سي. تمام؟ عشان المعادلات دي ما يبقاش ما بينها تعارض لازم النسبه دي تبقى هي نفسها النسبه دي، عشان النسبه دي تبقى هي نفسها النسبه دي لازم ده في ده يساوي ده في ده يطلع لنا الديسبرشن ريليشن تاني. يبقى دي طريقه ثانيه الواحد يجيب بيها ايه؟ الديسبرشن ريليشن. لو احنا كنا عارفين اوريدي ان بيتا باوميجا جذر ال سي وعوضنا بيها هنا او عوضنا بيها هنا هيطلع ان الكلام ده جذر ال على سي ودي وحداتها اوم. تمام؟ شبه مين؟ ايتا اللي هي جذر ايه؟ ميو على ابسو اللي هي برضو كان وحداتها اوم. تمام؟ معناها ايه دي بقى؟ هل دي معناها ان في باور لاس في اللاين؟ هل احنا اتكلمنا على باسز هنا خالص؟ يبقى لازم نظبط مفهوم الامبيدنس برضو في دماغنا شويه. كلمه امبيدنس مش بالضروره يكون معناها باور لاس، هي معناها باور فلو. باور فلو ده ممكن يكون فلو فعلا على كابل او ممكن يكون فلو ان ذا سنس ان في باور بتبقى ديليفرد للود اللي عنده هذه الامبيدنس. بالنسبه للكابلات هي معناها باور فلو، يعني الكابل ده شايل الباور 10 واط 100 واط 1000 واط بهذه النسبه ما بين الفولتج امبليتيود او الفولتج سيجنال والكرنت سيجنال. النسبه دي اللي هنسميها زد نود. كل ما يكون زد نود عاليه معناها ان هو بيشيل الباور بهاي فولتج ولو كرنت، كل ما تكون الزد نود واطيه معناها ان هو بيشيلها بايه؟ بلو فولتج وهاي كرنت. تمام؟ ايه الافضل؟ مفيش حاجه افضل على حسب السيستم ريكوايرمنت. الطبيعي ان هي كام؟ 50 اوم. هل لازم كل الكابلات تبقى 50 اوم؟ لا، في حاجات 75 اتفقنا ده المينيمم اتنيويشن للاير فيلد كواكسيال كيبلز. ممكن الواحد يحتاج يعمل كابل بكاركترستيك امبيدنس ثانيه عشان يعمل فانكشن معينه. يبقى ال 50 اوم دي الامبيدنس النهائيه اللي هي لما اعمل السيستم واحطه في علبه وابيعه هيبقى هو منتظر انه بيوصل بره يمين وشمال ايه؟ 50 اوم. جوه بقى انا اعمل اللي انا عايزه. طول ما انا قاعد جوه الديزاين بتاعي اعمل 70 100 1000 اوم زي ما انا عايز. تمام؟ كويس جدا. يبقى ده هو كاركترستيك امبيدنس، دي اللي هو ثالث طلب او ثاني طلب في الايه الريكويرمنتس بتاعت الاكسرسايز ده. الطلب الثالث بيقول هات لي اكسبريشن للباور فلو على اللاين. انا دلوقتي عندي فولتج وكرنت الاثنين مع بعض يشيلوا باور. لو انا بتكلم على ان هو ده اللاين وده زد، فانا عند اي قطاع زد اربيتري فاليو لزد في عندي سم فولتج وفي عندي سم ايه؟ كرنت. الاثنين دول مع بعض المفروض ان هو بيدوني ايه؟ باور فلو، حيث بي اوف زد الاكتف باور. لو انا شغال ماكسيمم فاليوز هحط نص، لو ار ام اس نشيل النص، الريال بارت بتاع اللي احنا عارفينه في السيركتس، بس بدل ما هي في في اي كونجيجيت هتبقى بي اوف زد في ايه؟ اي اوف زد كونجيجيت، لكن هو نفس القانون. تمام؟ طيب دي في دي كونجيجيت اي في اي تو ذا ماينس جي بيتا زد في الكميه دي كلها كونجيجيت. الكومبلكس اكسبوننت يحصل له ايه؟ هيكنسل، هيفضل لي اي في في اي كونجكت، صح؟ لو جينا احنا حطينا الكلام ده قلنا نص الريل بتاع اي في في اي اي كونجكت. قبل ما نريديوس ده بدلاله الكاركترستيك امبيدنس هنلاحظ ملحوظه مهمه جدا، ان السبيشال ديبندنس حصل له ايه؟ الديبندنس على زد حصل له ايه؟ طار. ده منطقي؟ اللاين ده فيه لوسز، يعني افترضنا ان فيه لوسز،
يبقى لو كان السورس رمى فيه اكس واتس في اي حاجة تخلي الباور دي وهي ماشية تقل يبقى كاكتف باور فلو هي 10 وات هنا هم نفسهم اللي كملوا هنا هم نفسهم اللي كملوا هنا تمام يبقى الباور فلو مش كمية محتاجة فيز انفورميشن مفيش فيها فيز انفورميشن صح الباور فلو مش زي الفولتج والكارنت سيجنالز ده ما عندوش فيز انفورميشن تمام ومن ناحية الاندرستاندينج لو اللاين ده لوسلس يبقى المفروض فعلا ان الباور تكون ثابتة ما بتتغيرش تمام يبقى اي في في اي كونجكت السبيشال ديبندنس راح هيبقى ناقص دي اي اي هي مين اي في على زد نود وزد نود كميه ريال دي جذر اندكتنس بير يونت لينث على كاباسيتنس بير يونت لينث يبقى الكميه دي هي اي في في نفسها كونجكت على زد نود حاجه في نفسها كونجكت بالماجنتيود ايه تربيع يبقى نص الامبليتيود بتاع الفولتج سيجنال تربيع على زد نود يعني اكن الكابل ده شايل الباور الباور دي عماله تتفسح عليه لحد ما توصل للمال نهايه مقدارها نص الفولتج سكوير امبليتيود على زد نود مفهوم طيب ايه اللي هو طالبه بعد كده طالب ان احنا نعيد الكلام اللي فوق ده كله لو انا عايز احط في الدايلكتريك اللي ما بين المعدنين دول لوسز وعايز اخلي الكوندكتور ده بتاع المعدنين دول مش بيرفكت خلي عندهم هما كمان ايه لوسز تمام فاحنا كنا اتعلمنا السنه اللي فاتت في علاقات كده ظريفه ما بين البارامترز الثلاثه اللي هما ال L وال C وال G صح حطوهم السنه اللي فاتت في جزء الستيدي كارنتس تمام خدتوا ال G علاقتها بال C G على C في سيجما على ابسيلون وخدتوا ان L في C بميو في ابسيلون فلو هو قال لي ان الدايلكتريك ده عنده سام سيجما دايلكتريك هقول له خلاص انا هزود حاجه في الموديل هاكاونت ليها ليه وجود السيجما دي وهسمي الحاجه دي مين جي الكوندكتنس بتاع الدايلكتريك كوندكتنس بير يونت لينث ولو انا عارف ان دي كانت اللي هي السي كانت 2 باي ابسيلون على لام بي على ايه مثلا لو كان كواكسل هيبقى الجي 2 باي سيجما على لام بي على ايه لو البارلل بليت ما اعرفش ايتا في دي على دبليو هيبقى سيجما في دي على دبليو او تابل تمام الكاباسيتنس ابسيلون تمام نهدي شويه حاضر قول تاني اقول تاني عايزين ندخل الدايلكتريك لوس هو فين الدايلكتريك المنطقه التجويف اللي ما بين المعدنين لو كانوا بارلل بليتس الحته اللي في النص دي لو كواكسل التجويف اللي في النص هو ده يحصل منه لوسز ليه انا عندي في واي مالهم دول هما في الاصل الفي والاي دول كانوا الكتريك وماجنتيك فيلد الكتريك فيلد لما يبقى موجود في منطقه عندها سيجما هيعمل فيها ايه هيمشي فيها ايه اي مع سيجما يساوي جي مش كده لو انا عندي فيه الكتريك فيلد هنا اللي هو احنا بنحاول نهرب منه مش عايزين نتكلم عليه خالص ده الكتريك فيلد هنا هيمشي ايه كارنتس كارنتس ماشيه في الدايلكتريك مش ماشيه على المعدن كارنتس دي تعمل ايه لوسز هتسخن الدايلكتريك فانا عايز احط اللوس ده في الاعتبار الموديل اللي هو كان ال وسي ده عايزين نعمل فيه حاجه تمام نعمل فيه ايه نحط جي هنا يبقى احط جي ان بارلل مع السي ودي اكاونت فور اللوس اللي فين في الدايلكتريك طب نجيبها منين مش لازم نقعد نحل الالكتروستاتيك موديل ولا الاستيدي كارنت موديل اللي خدتوه السنه اللي فاتت لا انا لو عارف سي بس اعرف اجيب ال بالعلاقه دي واعرف اجيب سي الجي بالايه بالعلاقه دي زي المساله العدديه دي دي كانت جات في ميد تيرم بيقول ان البريونت لينث كاباسيتنس بتاعت اير فيلد كواكسل كيبل ترانسميشن لاين از 15 بيكو فراد بير متر بيقول احسب ال ال بريونت لينث والجي بريونت لينث فهقول ايه ال ال في سي بميو ابسيلون انا عارف سي يبقى ال بميو ابسيلون على سي دي 4 باي في 10 اس ناقص 7 ودي 1 على 36 باي في 10 اس ناقص 9 نعوض يطلع لنا قيمه الايه ال ال بكذا مايكرو هنري بير متر طيب هو قايل في منطوق المساله ان ده اير فيلد يعني مليان ايه هواء الهواء بنفترض ان هو ايديال يبقى الجي بتاعته بكام بزيرو لو هو قال لي ده دايلكتريك اللوس تانجنت بتاعه 1 في ال1000 يبقى ممكن نحسب او السيجما بتاعته بكذا يبقى احسبها على طول تمام طيب انا حطيت الكارنت كان زمان ادي الموديل اللي احنا لسه راسمينه من شويه الكارنت داخل كده وخارج كده الدايلكتريك عنده شويه لوس
فالكرنت بدل ما يكون بيفلو كده هيبقى فيه شويه عمالين يتسحبوا. اللي بيتسحبوا دول رايحين في ريزيستيف كومبوننت. هل دي معناها فعلا باور فلو ولا في الحاله دي هي معناها باور لوس؟ الاليمنت دي بتعبر اساسا عن لوسز، يبقى دي باور باور ايه؟ باور لوس. بينما زد نود اللي هي مش مرسومه هنا، مفيش حاجه على الرسمه دي اسمها زد نود، صح؟ امال زد نود هيمين جذر ده على ده، دي معناها باور ايه؟ باور فلو او باور هاندلنج. تمام؟ يبقى انا هناضل اللوسز في الدايلكتريك بحته كوندكتنس ان بارلل مع الكاباسيتنس، دي بتسحب من المين ستريم كارنت شويه كارنت ايه؟ ثانوي. ويا ريت الناس ما تنساش ان دي ده مش الموديل بتاع الترانزميشن لاين، ده موديل بتاع الديفرنشال اليمنت للترانزميشن لاين. لان للاسف لحد اخر السنه الناس لما بتيجي تحل مساله في بعض الناس قليله يعني 1% مثلا من الدفعه، ها اقول له ترانزميشن لاين يعمل ايه؟ يشيل ويحط دي موديل كنا بنعمله عشان نحل معادلات تفاضليه، ما حدش هيستخدم ده اني مور. تمام؟ بس ده بنفهم بيها اشتغلت ازاي. تمام؟ وما حدش يحط منه كتير ورا بعض، يعني بتحصل ها، واحد يقول له اللاين طوله لاند على اربعه، فيقول لي هحط اربعه من دول ورا بعض واحل. طبعا يعيش حياته بقى فيها على ما يحلها لانه حاطط مجموعه من الكاسكيدد كومبوننتس. تمام؟ غلط، احنا بنحط ده عشان نفهم الديفرنشال اليمنت بيهيف ازاي. ده مش الاوفر اول لاين، الاوفر اول لاين ببص على دول بس. خلاص؟ وعايز اعرف زد بزيرو بكام وزد مش عارف ال بفين. تمام؟ اللي هو طول اللاين. مفهوم؟ طيب، يبقى ده بالنسبه للدايلكتريك لوس. يبقى مش هعمل اي حاجه في المساله اللي فاتت دي لو انا بعيد علشان ادخل اللوس بتاع الدايلكتريك في الاعتبار، غير ان انا هضيف في الموديل جي. فالموديل ده لما يتضاف في جي السي دي هتتعدل، والكي اللي كانت موجوده في المعادله التفاضليه اوميجا سكوير جذر او اوميجا جذر ال سي هيتعدل، هتبقى كومبلكس كي. تمام؟ شويه تعديلات هنعملها المره الجايه. تمام؟ بس انا عايز نفهم بس احنا هنعمل ايه الاول. فاول حاجه دايلكتريك لوس هحط كوندكتنس ان بارل او ان شانت. تمام؟ طيب بالنسبه للكوندكتور، ايه اللي يحصل لما الكوندكتور يبقى عنده شويه لوسز؟ يعني يبقى عنده سيجما مش انفينيتي. الدايلكتريك الايديال عنده سيجما بكام؟ الدايلكتريك الايديال عنده سيجما بزيرو، الكوندكتور الايديال عنده سيجما بانفينيتي. لما الدايلكتريك السيجما تبقى اعلى من الزيرو بيعمل له موديلنج بشانت كوندكتنس. لما الكوندكتور يبقى السيجما بتاعته مش انفينيتي هنضيف سيريز ريزيستنس. جت منين السيريز ريزيستنس دي؟ نفتكر احنا كنا اتعلمنا زمان كده في اعدادي ان لو عندي سلكه ايديال الريزيستنس بتاعتها هتبقى بكام؟ زيرو، والتيار كله ما يقدرش يمشي جوه، بيهرب ويمشي على السيرفس، بيبقى في سيرفس كارنت بيفلو مش في القطاع بتاع السلك، بيفلو بره على السيرفس. لو عنده سيجما فاينايت مش انفينيت يبتدي التيار يغطس. تمام؟ وبيغطس يغطي كل الكروس سكشن لو انا بتكلم على دي سي كارنت، وبتبقى مقاومة طول السلك لو السلك طوله L هي L على سيجما في الاريا اللي بيخترقها هذا الدي سي كارنت. إذا كان هو منتظم على كل القطاع يبقى الاريا هي باي سكوير، حيث ايه هو ايه؟ نص قطر السلك. حد مش فاكر؟ حد زعلان من الكلام ده؟ دي مقاومة سلك طولها L وعندها كوندكتيفيتي سيجما أو ريزيستيفيتي رو، رو L على ايه أو L على سيجما ايه. تمام كده؟ تمام ولا ايه؟ طيب لو الفريكونسي بتاعت السورس عليت ما بقاش دي سي بيبتدي يظهر حاجه اسمها السكين افكت. السكين افكت ده بيقول ان الكارنت ما بيتوزعش بانتظام على القطاع، امال بيحصل له ايه؟ بيترحل ناحيه الحرف بتخانه مقدارها دلتا، اللي هي السكين ده اللي هو كان بتساوي كام دلتا دي؟ كانت بتساوي كام؟ واحد على جذر باي سيجما الكوندكتور ميو اف. تمام؟ كل ما الفريكونسي تزيد كل ما السكين ده يقل. اذا كان ده هو القطاع اللي الكارنت بيمشي فيه يبقى كل ما السكين ده يقل كل ما الريزيستنس تزيد ولا تقل كومبيرد للدي سي كيس؟ اقول تاني، الدي سي كيس الكارنت واخد كل القطاع، فالمقاومه بروبورشنال مع واحد على الاريا اللي الكارنت بيخترقها اللي هي كل الاريا. لما الفريكونسي تعلى الكارنت بيتوزع في السكين ديبث بس، يبقى مين اللي مقاومته اعلى؟
السيركل اللي بتسبورت دي سي ولا السيركل اللي بتسبورت alternating current او هو عنده شويه فريكوانسي دي مقاومتها اعلى لان الكارنت مزنوق في اريا اضيق فشايف ريزيستنس اعلى تقريبا قد ايه الاريا دي هي الاريا بتاعت الديسك الكبير ناقص الاريا بتاعت الديسك الصغير ده اللي هي 2 باي اي دلتا في 1 ناقص دلتا على 2 اي دي اكزاكت ده اكزاكت اكسبريشن بافتراض ان دلتا اكزاكت هي دلتا مش اكزاكت هو كارنت بيديكي اكسبوننشال بس كتقريب يعني تمام لكن الاريا بتاعت الحته دي اكزاكتلي كده طيب لو الفريكوانسي عليت كمان هيحصل مشكلتين اول مشكله ان الدلتا دي هتصغر اكتر لان الفريكوانسي عليت وقتها ممكن ابروكسيميت الاريا هسميها اي ار اف على انها تقريبا البيراميتر مضروب في دلتا على طول مش هعمل اريا ناقص اريا بقى صغيره قوي تمام فهقول تقريبا هي 2 باي اي اللي هو البيراميتر مضروب في ايه في دلتا دي اول حاجه ده معناها ان الريزيستنس عليت قوي لان السكين ديبث ماله صغر الايفكت الثاني انا كنت هنا بقول ان في عندي حاجه اسمها مقاومه بغض النظر عن الطول الطول يبقى كام فوق على سيجما في الاريا ليه لان الكارنت اللي في بدايه السلك زي اللي في نصه زي اللي في اخره فكما لو كان عندي مقاومات كتير بس متوصله ان سيريز فممكن اجمعها واقول ال على سيجما ايه على طول لما اروح عند الار اف فريكوانسي ساتش ذات ان الطول ده بقى كبير بالنسبه للويف لينث ما ينفعش اتكلم على ان المقاومه هي ال على سيجما في الاريا لازم اخد حته ايه صغيره واقول ان المقاومه بتاعت الحته الصغيره دي سواء سميناها ار او دلتا ار زي ما انتم عايزين ار بتاعت الحته الصغيره هي دلتا ال وكل ما دلتا ال تبقى اصغر كل ما يبقى الابروكسيميشن ايه احسن على سيجما في الاي ار اف حيث الاي ار اف هي الحته الصغيره دي تمام كده كويس ما ينفعش اقول الطول كله مقاومته قد ايه لان لما اجي بقى للكابل الحقيقي ويبقى عندي هنا في كارنت وهنا في كارنت تاني وهنا في كارنت تالت صحيح النون ايدياليتي بتاعت الكوندكتور واحده بس الحته دي ماشي فيها كارنت فمش ان سيريز مع دي ولا ان سيريز مع دي فلازم احسب في كل واحده لوحدها الباور ديسيبيشن وبعد كده اكامل عشان اجيب التوتال ايه باور ديسيبيشن مفهوم يبقى احنا المره الجايه اللي عايزين نعمله ان احنا نتكلم على ايه على الجنرال موديل بتاع ديفرنشال اليمنت للترانسميشن لاين ونطلع الاكتوال بروباجيشن كونستانت اللي هو هيبقى عنده جزء فيز ديلي وجزء ايه اتنيويشن تمام